السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وعافية، إن شاء الله راح نبتدي أول محاضرة في الـ Respiratory System وتحديداً الـ Respiratory Physiology. قبل هذه المحاضرة لازم تاخذ بالك من تنويه مهم جداً، وهذا الكلام لكل المحاضرات. إن شاء الله إحنا ماشيين على الـ Workbook. الـ Workbook هذا تقريبا هذا المقدمة مال الورك بوك والكونتنتس. هذا الورك بوك هو موحد لكل الكليات سواء الكوفة، زهراء، حمورابي وطب واسط سواء سومر، تمام؟ كل كليات الموديول في العراق مشتركة بهذا الورك بوك. احنا راح نمشي على المواضيع اللي موجود بالورك بوك نفس المحتوى، لكن تكون المحاضرة بترتيب اكثر نظام وإضافة للمعلومات اللي لازم تنضاف حتى تتوضح للأمور، تمام؟ وإن شاء الله راح نبتدي هاي المحاضرة ك functional organization of respiratory system introduction للrespiratory system، ويكون تحديدا تسلسلها بالورك بوك بالسيشن الأول ك introduction. هاي قدامكم الملونة باللون الأصفر. الـ Functional Organization of Respiratory System كـ Learning Objective، ايش راح ناخذ بهذه المحاضرة؟ راح نعرف تراكيب والـ Function مال الأجزاء الـ Respiratory System سواء Conductive أو Respiratory Airway. راح نميز ما بين الـ Internal والـ External Respiration. راح نناقش ونعرف الـ Function of Respiratory System، مو فقط respiration وانما other function يسويها الريسبيراتوري سيستم وايضا اللاين. فنبتدي على بركة الله. main goal of respiration is شنو الوظيفة؟ وظيفة التنفس. ليش الله سبحانه وتعالى خلق عندنا التنفس؟ لهدفين رئيسيين: to provide oxygen to the tissue and remove carbon dioxide from the body. اني احتاج كتيشيو عمليات الحيوية وخاصة الانترنال ريسبيريشن، وحتى يستمر عمل هذه التيشو تحتاج لازم اكسجين، وايضا مثل ما تحتاج هذا الاكسجين هي جاي تفرغ الويست برودكت مالتها اللي هو مركز او بشكل اساسي اللي هو السي او 2. لازم اني اوخر هذا السي او 2 لان ممكن يسوي لي مشاكل. فوظيفتين من الريسبيريشن هو تزويد التيشو بالاكسجين وريموف السي او 2 فروم ذا بودي، وتقريبا كل احنا عارفين. زين، هنا يقول لك بالاورنج نوت اللي هو ذا بودي نيد تو جيت ريد اوف سي او 2، لازم اني اوخر السي او 2. ليش؟ بيكوز ات ويل participate in production of hydrogen ion. وراح نعرف هذا الشيء بالتفصيل، ليش CO2 يسوي increase بالهيدروجين ايون وبالتالي يسوي عندي acidosis، يعني راح تقلل ال pH او ممكن تزود ال pH. كلها بالتفاصيل ان شاء الله بالمحاضرات القادمة حتى اني اضبط ال acid based balance. زين، الريسبيراتوري سيستم يتكون منين؟ يتكون من باسج الاير واي مالتنا، ويتكون من الريسبيراتوري مسل وراح نعرفهم بالتفصيل، وايضا السنتر، سنتر اوف ريسبيراتوري سيستم اللي هو يقع وين؟ يقع تحت المدلة ابلنجاتا. احنا شنو عندنا؟ عندنا برين، عندنا سنترال نيرفوس سيستم، وعندنا بريفرال نيرفوس سيستم. السنترال نيرفوس سيستم مكون منين؟ مكون من البرين وبرين ستيم والسباينال كورد. عندك البرين ستيم اللي هو جزء الدماغ. البرين ستيم هذا مقسم إلمه، مقسم ان شاء الله راح ناخذه بالتفصيل بالكنترول اوف بريثينج، مقسم الى ميد برين، بونس وميدلا. هنا السنتر اوف ريسبيراتوري سنتر، كل العمليات الحيويه بجسمك لازم لها سنتر بالسنترال نيرفوس سيستم. مثل ما مثل اخذنا الفازو موتور سنتر اخذناه بالكارديو فاسكولار، وايضا ان شاء الله راح ناخذ الريسبيراتوري سنتر، وايضا اضافه الى الهيت ريجولاتوري سنتر اللي هو السنتر المنظم للحراره.
كل السنترات موجودة بالبرين ستيم تقريبا، ومن ضمنها الريسبيراتوري سنتر موجود بالمدلة، وبالتفصيل راح ناخذه بالمحاضرات القادمة. زين ليش هسه راح نجي عليها؟ زين شنو وظائف؟ بالنسبة قلنا كباسجز اللي هي الايروي المتكونة من الفارنكس واللارنكس والتريكيا والبرونكاي اللي يمر بها الهواء، والمصل اللي يساعد بالريسبيريشن، والسنتر اللي هو ريسبيراتوري سنتر. زين احنا ك function of the lung شنو اللي عندنا؟ اول وظيفة واهم وظيفة هي الغاز اكسشينج، انه اني ادخل الاكسجين بالايروي وبعدها ينتقل بالارتري وبالارتريوز وبعدها شنو بالكابيلاريز، تمام، واخذ السي او 2، انطي اكسجين وبيك اب ذا سي او 2، اخلص الجسم منين؟ من السي او 2. هذه اهم function واسمها respiratory function. زين ثاني وظيفة واللي هي وظيفة دفاعية، pulmonary defense. defense معناها شنو هو؟ دفاعي. هنا عندك انت بالميوكوزا، بالميوكوزا اكو شيء اسمه شنو؟ انتي تريبسن، وعندك اميونو جلوبيولين اي. هذا الانتي تريبسن شنو هو؟ هسه نجي الما للاميونوغلوبولين اي. ان شاء الله بالانفكشن اند اميونيتي راح نعرف شنو الاجسام المضاده. الاجسام المضاده هي عباره عن اجسام دفاعيه مناعيه تطلع منين؟ من البي سيل، البي لينفوسايت، وتهاجم لمنو؟ تهاجم للبكتيريا. هاي كتعريف بسيط الما للاميونوغلوبولين. من ضمنها بها انواع اميونوغلوبولين اي و اي و جي و ام. اللي موجود هنا باللنج هو الاميونوغلوبولين اي، ودائما الاميونوغلوبولين اي موجود عليه من على سطح الميوكوزا حتى يتعرض للبكتيريا والميكروبات اللي تجي عليه من على سطح اللنج او سطح التراكيا. فالميوكوزا على طولها مليانه اميونوغلوبولين اي. زين وايضا اذر ديفنس اللي هو هذا مهم جدا اللي هو منه الالفا 1 انتي تريبسن. انتبه وياي هنا، عدي انا شنو؟ عدي تريبسن. التريبسن هذا شنو؟ هذا عبارة عن انزيم، بروتولينيك انزيم، يطلع منين؟ من البكتيريا. هذا شو يسوي التريبسن؟ اذا طلعت البكتيريا راح دايجست البروتين، يهضم البروتينات اللي موجودة وين؟ باللنج، وبالتالي راح يسوي له مشكله، راح يدمر لي اللنج. هذا التريبسن. زين الميوكوسيلري بارير اللي موجود بالالفيولاي تحديدا يحتوي عليه من على انتي تريبسن الفا 1 انتي تريبسن، وهذا مهم جدا جدا بالقضاء عليه من على التريبسن انزيم، تمام، يعني يصداله وياكله. اكو حاله خليها ببالك على ما ناخذها اسمها انفيزيما. الانفيزيما بها سببين، سبب سموكينج، والسبب الثاني الفا 1 انتي تريبسن ديفيشنسي، يعني الالفا 1 انتي تريبسن ناقص، فبالتالي التريبسن راح يعلى وراح يدمر لي اللونج تيشو، فبالتالي يصير شنو؟ انفيزيما. وضحت الفكره؟ خليها ببالك على ما راح ناخذها بالتفاصيل. زين اضافه الى الاميونوغلوبولين اي والالفا 1 انتي تريبسن، عندي بالمونري مايكروفاج اللي هي الدست سيل، هذني موجودة بالالفيولاي، انجولف سيميلر فورين بارتيكل ويتش باس ثرو ميوكوسيلري بارير فلتر، يعني اي ميكروبات اي بكتيريا راح تعوف. احنا شنو عندنا؟ راح ناخذ ان شاء الله بالتفصيل بالاخير او بالمحاضرة الثانية. كل جزء من الريسبيراتوري سيستم مسؤول على ميكروبات او مسؤول على هذا التراب اللي يدخل، كل جزء من عندها حسب القطر مالتها. اذا كان قطر الميكروب كبير فبالتالي الشعر اللي موجود بالخشم راح يصداله وراح يمنعه، اذا كان اقل راح يصداله التراكيا وبالتالي يطلع بالبلغم اثناء ما تقح، لكن اذا كان صغير جدا
تمام وما قدر له لا التريكيا ولا النوز اجا وين بالالفيولاي وصل للالفيولاي اكو مايكروفاج موجوده بالالفيولاي مختصه بهذا الميكروب الفيولار مايكروفاج وبالتالي راح تقضي علي وضحت الفكره شباب وراح ناخذ هذا الحكي بالتفصيل زين الوظيفه الثالثه فونيشن فونيشن معناه شنو اتس برودكشن اوف ساوند باي ذا موفمنت اوف اير ثرو ذا فوكال كورد احنا عمليه الفوكال كورد راح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل شلون اني اصنع الصوت اصنع الصوت صناعه الصوت واللودينج والانلودينج يعني شنو يعني من صوتك يعلى او صوتك يقل هنا راح يتحكم بي منه يتحكم بي النفس فبالتالي الريسبيراتوري سيستم مهم جدا بتكوين الصوت والفونيشن الشغله الرابعه اللي مهمه جدا مهمه جدا سواء بالريسبيراتوري والرينال سيستم انا ما جاي انطيك من فراغ كلهن تلقاهن قدامك وضحت الفكره ما جاي انطيك شيء زايد نهائيا الشيء الزايد مو عندنا الشيء المهم والكلينيكي اللي تشوفه ما عندك بالكليه تلقاه هنا ليش لان احنا طب ما لازم تعبر علينا شغله ماكو شيء اسمه زايد بالطب وضحت لك الفكره ماكو شيء اسمه زايد بالطب او حشو طبعا اكو شغلات ما نصح لها حشو وانما اكو شغلات اسمها هاي ييلد ولو ييلد معناها الهاي ييلد لها كلينيكال امبورتنس مثل الالفا 1 انت تريبسن لها كلينيكال كورليشن زين وهاي الشغله الرابعه لها مو كلينيكال كورليشن هذا بالريسبيراتوري وبالرينال وبالكارديو وبكل حياتك اللي هو من هو الايس الانجوتنسين كونفرتنج انزايم ان شاء الله بالرينال شنو قلنا من يصير عندك كونفرتنج اوف انجوتنسين 1 تو انجوتنسين 2 باي انجوتنسين كونفرتنج انزايم اللي هو ايس ذا انزايم از فورمد باي لانج هذا يطلع بمن باللانج واخذته بالسي في اس الايس انهبيتور اللي يستخدم بعلاج ضغط الهايبرتنشن اللي قلنا يطلع وراح ناخذه بالرينال بالتفصيل هذا الباثوي رنين يطلع يروح للكبد يطلع انجوتنسين 1 بعدها الانجوتنسين 1 يروح لللنج عن طريق الايس انزايم هذا الانجوتنسين كونفرتنج انزايم يتحول المن الى الانجوتنسين 2 والانجوتنسين 2 يروح يسوي شغله راح يسوي salt and water retention يسوي vasoconstriction ويزود ال ADH زين هذا بالنسبة للوظيفة الرابعة زين شوف هنا الانجوتنسين is a peptide hormone that causes vasoconstriction and an increase in blood pressure regulation of the blood pressure reduced by the kidney زين الشغلة الخامسة regulating the acid base status of the body by the washing out extra carbon dioxide from the blood. موضوع الـ acid base balance مهم جدا سواء respiratory ورينال وراح يكون إلى استفاضة جدا كبيرة بالرينال. هنا شنو عندك؟ carbon dioxide هو عبارة عن acid. فبالتالي هنا راح توضح لكم بالمحاضرات الجاية إذا ما فهمتها. بس اعرف انه وظيفة اللنج مهمة جدا بتنظيم الاسيد بيز بالانس عن طريق من؟ عن طريق تلعب بالكربون دايوكسايد يا اما زود خروجه يا اما شنو تقلل شنو خروجه وضحت الفكرة؟ فانا اسوي اني هايبر فنتليشن فبالتالي انا جاي اطلع شنو كربون دايوكسايد اكثر وبالتالي انا جاي شنو جاي اقلل الاسيديتي فينقلب المن الى الكالوزس زين هذا هسه تقول مصطلحات غريبه راح توضح لك زين انت مثلا تسوي هايبو فنتيليشن تتنفس على كيفك لسبب مرضي انت نفسك راح يصير عندك تراكم بالسي او 2 وبالتالي راح يصير عندك شنو اسيدوزس بسبب اكيوميليشن اوف كربون دايوكسيد زين هنا هو بتنظيم الاسيد بيز بالانس عندك تو ميجر اورجان تو مينتين اسيد بيز بالانس اللي هن لنج اند كيدني والاذر كومبوننت ذن مهمات لكن
المين او ميجر كومبوننت اللي هو الكدني اند ذا لانج. زين الشغله السادسه اللي هو سكريشن اوف امبورتنت سبستنس اللي هو السيرفاكتنت. السيرفاكتنت راح نعرفه بالتفصيل اللي يطلع من التايب 2 نيموسايت اللي موجوده بالالفيولاي ووظائفه ان شاء الله راح نعرفه بالميكانكس اوف فنتيليشن. زين اللي يقلل السيرفيس تنشن اوف هسه. زين وايضا سكريشن اون بورتن يعني هسه ايش قد وظائف اللنج، مو بس الجسم، هسه سكريشن اوف امبورتن سبستنس مو فقط سيرفاكتنت، ايضا تخرج سيروتونين اللي سامعين بي. زين ايضا تخرج شنو الها وظيفه جدا مهمه بعمليه شنو الفايبرونلايسيس، يعني تقلل من تخثر الدم. وضحت الفكره؟ هواي شغلات. شوف الفانكشن، فانكشن ريسبيراتوري ميكانيكال اميونولوجيكال يعني دفاعيه، وظيفه هرمونيه، وظيفه ميكانيكيه، يعني وظائف جل جلاله. زين هاي بالنسبه لمن؟ للفانكشن اوف ذا لانج. عندك الايرواي اللي اخذناها الباسج اوف ذا ايرواي، هنا عندك الفنتيليشن هو عباره عن شنو؟ عباره ماس موفمنت اوف ايرواي، تمام، فروم ذا اتموسفير الضغط الجوي تو ذا الفيولاي. زين هنا الهواء لازم يمر بباسج، اول شيء النوزترال اللي هو هاي اللحمات مال خشمك، بعدها للنيزل كافيتي، تمام، نيزل كافيتي يمر على الفارنكس، لارنكس، تريكيا، ثراسيك كافيتي، وبعدها الالفيولاي، والنوب شو يصير له؟ يصير له اكسشينج، وبعدها شنو؟ نقل، ترانسبورت. وضحت الفكره؟ هاي بالنسبه لمن؟ للباسج، راح ناخذها بالتفصيل بالاناتومي. زين هنا نشوف ريسبيراتوري باسج، هاي اللي قدامك ريسبيراتوري باسج، اكو من عندهن يصيحوا لهن كوندكتنج زون وريسبيراتوري زون. ريسبيراتوري باسج الكوندكتنج زون من اسمها او الكوندكتيف زون هي توصيل الهواء، لكن ريسبيراتوري زون اللي هي تصير عندها الفانكشن، يعني شنو؟ الكوندكتنج زون مثل البور اللي يوصل، لكن ريسبيراتوري زون المنطقه هاي اللي يصير بها اكسشينج اوف ذا غازز، يعني تاخذ اكسجين وتودي كربون دايوكسيد. مثل هنا الكوندكتنج زون تمتد منين؟ بالك وياي، تمتد من التراكيا، برونكاي، بعدها شنو؟ برونكيولز، المن للتيرمينال برونكيولز، تقريبا المن لل 32 32 ديفيجن. وضحت الفكره؟ هنا هو شنو عندك؟ هنا عندك تراكيا، بعدها يصير عندك ديفيجن، تو ديفيجن، تنقسم قسمين، بعدها تنقسم الى اربع اقسام، بعدها تنقسم المن الى 8 اقسام، بعدها الى 16 قسم، بعدها الى 32 قسم، 32 ديفيجن، 32 ديفيجن. هنا ال 32 ديفيجنز، تمام، تيرمينال برونكيول الى حد التيرمينال شنو برونكيول، ما بعد التيرمينال برونكيولز من الريسبيراتوري برونكيولز، تمام، الى الالفيولار ساك، هنا هذا كله ريسبيراتوري زون، هنا كله يصير به شنو عمليه اكسشينج. وبالتالي هنا الريسبيراتوري برونكيولز ليش سميتها ريسبيراتوري برونكيول؟ حسب الفانكشن مالتها مو حسب الموقع، تمام، ريسبيراتوري يعني يصير عندها يصير يمها عمليه الاكسشينج. زين هنا الكوندكتنج زون فقط توصيل، تمام، فقط توصيل، لا، شنو وظائفها؟ هي تبدي منين؟ من النوز المن للتيرمينال برونكيولز. زين برونكيولز هي هيلب وورمينج، تسوي وورمينج، تدفي هذا الهواء الداخل، هيمودفيكيشن فلتريشن اوف انسبايرد اير، يعني على طول انه هذا الاير اللي داخل التراكيا، برونكاي، برونكيولز، على طول هذه الدخله راح يتنظف هذا الهواء من الميكروبز، من حسب القطر مال الميكروبز، تمام، لان التراكيا تقريبا تشلب بيه من تشلب بالميكروب
اللي القطر مالته اعلى، البرونكاي بالقطر مالته اقل، البرونكيول الاقل للاقل، الى ان توصل للالفيولاي. زين، contain the olfactory receptor for smell sensation، ايضا تحتوي على من على حاسة الشم، على ريسبتورات الشم. زين، conduct the sound during speech، ايضا قلنا شنو بالفونيشن. protective function by cough and sneezing reflex، ان شاء الله راح ناخذ هنا الكاظ والسنيزنج ريفلكس. اي شيء يدخل عندك انت مثلا العطس، تمام، هو عباره عن ريفلكس يحميك، تمام، يصير وين؟ يصير بالنوز اللي هو الكوندكتنج زون. زين، الكف نتيجه هذا الميكروب او هذا الاورجانيزم اجى وين؟ اجى بالتراكيا، فبالتالي يصير كف ريفلكس حتى واحد يتخلص منه. زين، الريسبيراتوري زون اللي هي شنو هو؟ اللي هي ريسبيراتوري برونكيولز، الافيولار داكت، الافيولار ساك، الى للالفيولاي. الفونكشن ان غاز اكسشين، تبادل الغازات من اسمها. زين شباب، هنا عندنا شنو؟ نجي المن للريسبيريشن. عندي انا اكسترنال ريسبيريشن وعندي انترنال ريسبيريشن. الاكسترنال ريسبيريشن اللي اقصد به شنو؟ اللي هو الغاز اكسشينج ما بين الالفيولار وول او الالفيولار اير والبلمونري كابيلري بلود، تمام. لكن الانترنال ريسبيريشن اللي هو التنفس الخلوي، اللي هو التنفس اللي يحدث بواسطه الخليه الميتوكوندريا بعد ما يصير لها ترانسبورت اوف اوكسجين. لكن الاكسترنال ريسبيريشن اللي هو من يدخل الهواء عن طريق فنتيليشن، تمام، وبعدها يدخل المن ديفيوجن وترانسبورت وبعدها المن للخليه حتى يصير شنو؟ انترنال ريسبيريشن. تنوع وياي هنا، شوف هنا الاكسترنال ريسبيريشن تجي من البلمونري ارتري المن لللنج، بعدها يرجع، تمام، هذا الاكسجين اللي صار له اوكسجينيشن من الليفت اتريوم، بعدها يروح المن للسيستميك سيركيليشن حاملا الاكسجين، يروح المن للخلايا، ويصير هنا الانترنال ريسبيريشن ما بين التيشيو سيل والار بي سيز اللي حامله هذا الاكسجين باي ذا هيموغلوبين. زين، فهاي بالنسبه للاكسترنال والانترنال ريسبيريشن. زين، اذا سالك شنو الفرق ما بيناتهم؟ زين، اني 3 major functional event occur during external respiration. اني هنا بالريسبيريتوري سيستم بهذا الموديول ادرس external respiration. الانترنال respiration راح وين؟ بالبايوكيمستري، اخذناه بالميتابوليزم والام جي دي. زين، لكن هنا بالاكسترنال راح ادرس. زين، هنا الاكسترنال ايش راح يصير؟ اولا يصير عندي بالمونري فنتيليشن اللي هو التهويه، فنتيليشن التهويه اللي هو دخول الهواء inward and outward movement of air between lung and atmosphere، ما بين اللنج الرئه والضغط الجو. هذا الفنتيليشن عباره عن ماس موفمنت، دخول الهواء. بعد ما يدخل الهواء عندي يروح وين؟ يروح للالفيولاي، راح يصير له ديفيوجن، تمام، اللي هو الاكسجين اند كربون دايوكسيد ما بين، يتبادل ما بين الالفيولاي والبلمونري كابيلري بلود، تمام، يعني يطب اكسجين ويطلع كربون دايوكسيد، هذا الديفيوجن. زين، وبعدها ما طلع عندي الاكسجين والسي او 2، هنا لازم اني انقلهم عن طريق الدم، اوكسجين اند سي او 2 ان ذا بلود اند ذا بودي فلويد تو اند فروم ذا سيل، يعني انقل هذا الاكسجين بواسطه ناقل من الالفيولاي المن للكابيلاريز والى التيشو المختلفه، واجيب هذا السي او 2 الويست برودكت من السيل واوديه المن للكابيلاري وبعدها اخرجه بالاكسبيريشن. احنا بالريسبيراتوري فيسيولوجي، بالريسبيراتوري سيستم،
راح ندق ونوح على ذن الثلاث خطوات بس، محاضرات كاملة على البلمونري فنتليشن وراح نفهمه ونتعمق به ونشوف التست اللي مهمة به، الديفيوجن والغاز اكسشين وشون يصير الديفيوجن ريت، تمام، والترانسبورت اوف اكسجين عن كاربون دايكسايد موضوع كبير جدا، تمام. فبالتالي هنا محاضراتنا الجاية تتمحور على هذن الموضوعات فقط. وضحت الفكرة بالرسبيراتوري فيسيولوجي؟ زين، ما يطلع من هذن المواضيع، فخلي وركز ببالك. زين، هنا عندك الرسبيريشن كود بي ايذر، احنا شو تقولون احنا الرسبيريشن مالتنا التنفس الاكسترنو يكون ارادي لو غير ارادي؟ من يجاوبني؟ من يجاوب؟ ارادي؟ شو اقول عليك؟ لا، ارادي وغير ارادي، تمام، voluntary and involuntary، وراح نعرفه بالتفاصيل. انت اثناء الريستنج، اثناء ما انت نايم، خوش، اثناء ما انت نايم، اثناء ما انت مخدر، اثناء ما انت مسطول، انت اللي تتحكم بنفسك؟ لا طبعا، تحكم بالسمباثيتك والباراسمباثيتك عن طريق الريسبيراتوري سنتر، تمام، نورمال بريثنج ديورينج ريست كونديشن. لكن انت من تريد تغني مثل سعدون الساعدي، او تريد تلقي قصيده مثل باسم الكربلائي، فهذا الصوت فيحتاج شنو؟ تنويع بالنفس حتى يطلع الصوت مالتك، او تريد تركض فورسد انسبيريشن، او مثلا تريد كل شيء تسوي زين نورمالي ديورينج اكسرسايز، او اذا انت عندك مرض مثل البرونكيال ازمه، انت قوه جاي تاخذ النفس وقوه جاي تطلع النفس، فبالتالي او اذر بالمونري ديزيز مثل السي او بي دي انفزيما، تمام، فهذا ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك نوع منين؟ من الفولنتري، راح تستخدم ريسبيراتوري وراح تستخدم كل القدره مالتك حتى تتنفس. زين، هنا نجي كهيستولوجي، وراح نتطرق ان شاء الله بالهيستولوجي كامل، لكن الالفيولاي السيل اللي بيها، انت عندك نوعين من السيل، تايب 1 الافيولار سيل وتايب 2 الافيولار سيل. التايب 1 الافيولار سيل اللي ينصح لها تايب 1 نيموسايت، هاي تكون شنو؟ الريسبيراتوري ممبرين، تكون الخلايا مالته وتجددهن اذا ماتن، تمام، اللي هو الريسبيراتوري ممبرين اللي هو شنو؟ يستخدم بالغاز اكسشين تيك بليس. وعندك الالفيولار تايب 2 الافيولار سيل، هاي الها وظيفة جدا مهمة، تمام، وين؟ بسكريت السيرفاكتنت، بإنتاج السيرفاكتنت، وراح تاخذها بالتفصيل. وضحت الفكرة؟ وأيضا تحتوي على مايكروفيج اللي هي داست سيل اللي هو انجول ذا فورين بودي ذات ريتش ذا الافيولاي. وضحت الفكرة؟ زين شباب، زين. انرفيشن اوف لانج اند برونكاي، يعني شنو اللي مغذي البرونكاي او اللانج؟ اتس باي اوتونوميك نيرف، قلنا سمباثيتك ستيميليشن وبارا سمباثيتك انفولنتري. فالسمباثيتك ريليز الابينفرين مثل ما تعرفون بالاوتونوميك، وهنا ريليز الاسيتايل كولين. فبالتالي هنا السمباثيتك شو يسوي؟ دايلاتيشن اوف برونكاي. لكن البارا سمباثيتك كونستراكشن اوف برونكاي، انت من تريد تركض او تريد تتعارك او راكض وراك كلب مثل ذاك اليوم ركض وراي كلب، ما ادري، الله خلصنا من عد. زين، فبالتالي انا احتاج البرونكا يصير بيها توسع حتى اخذ شنو؟ مور اند مور اير، تمام، حتى يصير عندك اكسشينج. انا مو يركض وراي كلب النوب، شو اسوي لي؟ اسوي لي كونستركشن بالاير واي وحتى اموت وياكلني ويعضني، تمام. فلازم انت تفرغ السمباثيتك والبارا سمباثيتك، مو شيء عكس الثاني، شيء ملائم للثاني، تفهمني شلون؟ fight and flight is sympathetic, rest and digest is a parasympathetic. فالبارا سمباثيتك construction of bronchi، يعني انت نايم انت مرتاح، انت شو تسوي بالايروي وموسعه؟
كان هبوري، تفهمني شلون؟ فبالتالي هذا الوضع زين. locally strict secreted factor احتاج هندن ينفرز من البرونكاي، عندك الهيستامين ينفرز منين؟ من الماست سيل اثناء الحساسيه، تمام. وايضا other molecule اللي اسمه السرسه، هذا السرسه slow reacting substance of anaphylaxis، هذا ايضا يطلع منين؟ من الماست سيل اثناء الالرجي واثناء الازمه زين. وراح نشرح الازمه بصوره كبيره جدا زين. البلمونري سيركيليشن، كبلمونري سيركيليشن وتبسيط، احنا شنو عندنا؟ يجينا هنا عندك الهارت ليفت سايد اوف ذا هارت، عندك الليفت اتريوم ينزل المن للليفت فنتريكل، بعدها يروح للسيستميك سيركيليشن ينطيه اوكسجين، وعندك هاي هنا التيشيو راح تستهلك هذا الاكسجين، فبالتالي ترجع بالفينس بلاد تمام كنون اوكسجينيتد بلاد، وتودي للرايت سايد اوف ذا هارت، والرايت سايد اوف ذا هارت تمام من الليفت اتريوم للرايت اتريوم، وبعدها بالفور بلمونري فين المن للبلمونري سيركيليشن. هنا البلمونري ارتريز يكون لو بريشر اند لو ريزيستنس تمام، ويكون هنا الدم هو مساوي المن للرايت اتريوم لان هو نفس المن رايح لللان تمام، وبالتالي هنا يصير اكو غاز اكسشينج ويصير اوكسجينيشن، وبعدها يرجع للليفت سايد اوف ذا هارت، وتستمر العمليه هكذا وتعيشون وتسلمون، وان شاء الله تكون مقدمه وانطلاقه حقيقيه لكم، وبالتوفيق وفي امان الله.